أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. عيسى حياته توفي أمس بباريس بعد فوز المنتخب الوطني المغربي على مصر. طيلة سنوات كان يحارب المنتخب الوطني المغربي. الفيفا تهنئ الأسود الأولمبيين بتتويجهم ببرونزية أولمبياد باريس ديما مغربا. الصحف المصرية تبكي بعد السداسية المغربية، وهذا ما قالوها. سفيان رحيمي يكشف سر تألقه في أولمبياد باريس 24، وما قاله رائع جدا. جلالة الملك محمد السادس يهنئ المنتخب الوطني المغربي بعد ظفره بالبرونزية، وهذا ما قاله في رسالة. رأف بحال المصريين، تصرف غريب من حكم مواجهة المغرب والفراعنة في أولمبياد باريس. الدولية المصرية السابق ميدو، كل تحية للمغرب وأولادها وما فعلوه بنا. بليست 18. رسالة مؤثرة من أشرف حكيمي للاعبي مزدوجي الجنسية. مبامبي يتفاعل مع هدف أشرف حكيمي الأسطورية بطريقة غريبة. صدمة السداسية تغضب عبد الفتاح السيسي، ويطلب من الحكومة حل الاتحاد المصري، ونجى الرئيس المصري السابق حسني مبارك يدخل على خط الهزيمة القصير، وهذا ما كتبه في تغريدة. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. توفي الكاميروني عيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبق أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 77 عاما. وتولى عيسى حياته منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف منذ العام 1988 حتى العام 2017 ليخلفه أحمد قبل أن يرحل هو الآخر ليصبح باتريسي موتسيبي هو رئيس الكاف حاليا. وشغل حياته منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤقتا من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2016 بعد إيقاف سيب بلاتر عن ممارسة مهامها. وقد جاءت فترة قيادته القصيرة للفيفا خلال واحدة من أكثر الأوقات اضطرابا في تاريخ المنظومة، ومع ذلك فقد نجح في توجيهها خلال فترة حاسمة بهدوء وسلطته المعهودة. ولا يخفي على أحد في المغرب ولا في خارجه أن هذا الرجل الذي توفي أمس بباريس لا يحارب المنتخب الوطني المغربي لسنوات بدسائس التي لا تعد ولا تحصى، ويعرفها الجميع. وكيف كان يتواطأ من أجل خسارة المنتخب الوطني المغربي وفوز الفرق الإفريقية خاصة على مستوى أمم إفريقيا. واليوم عيسى حياته يرحل عن هذه الدنيا التي لا تدوم فيها الدسائس، وهو في نفس اليوم الذي شاءت الأقدار أن يكون المغرب أول فريق إفريقي وأول منتخب عربي يفوز بميدالية أولمبية في كرة القدم. حقيقة أن الله لا يضيع أجر المحسنين وأجر المشاهدين رغم كيد الكائدين. أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 24 عقب فوزه الساحق على نظيره المصري بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات تحديد المركز الثالث. وجاء هذا الإنجاز الكبير ليعزز مكانة أسود الأطلس على الساحة الرياضية الدولية، حيث أظهروا أداء متميزا طوال مشوارهم في البطولة التي شهدت تتويج أول منتخب عربي بميدالية في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد في التاريخ. وفي منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أشاد الفيفا بالمنتخب الوطني المغربي، ووضع صورة مرصعة لعدد من لاعبي المنتخب الأولمبي حاملين الميدالية البرونزية وخلفهم بوابة تقليدية مرصعة بالزخارف المغربية وعليها عبارة ديما مغربا.
ضجت الصحف المصرية منذ نهاية مباراة الأولمبية المصري ضد نظيره المغربية بمواد إعلامية تتناول سقطة منتخب بلادها ضد أسود الأطلس في مباراة تحديد صاحب برونزية أولمبيا دي باريس، حيث لم تتوانى عن توجيه الانتقادات اللاذعة للفراعنة أمام الهزيمة التي وصفت بسقوطهم من قمة جبل الأطلس بعد السداسية القاسية التي أنهت أحلام برونزية باريس، كما عنونت صحيفة المصري اليوم مقالا لها بعد دقائق من نهاية المباراة. وتمكن أسود الأطلس من ضمان برونزية أولمبيا دي باريس بعدما سيطروا على أطوار المباراة طيلة 90 دقيقة ليقصي منتخب الفراعنة الذي اعتبرته الصحيفة ذات أنه دار بحالة متراجعة على المستويين الفني والبدني مقارنة بالأداء الذي قدم أمام أصحاب الأرض في الدور النصف النهائي والباراغواي بمنافسات ربع النهائي. من جانبها وصفت صحيفة مصراو ظفر أسود الأطلس في برونزية باريس بالمستحقة، حيث أوردت ذلك في مقال تحت عنوان المغرب تحرج المنتخب الأولمبي بسداسية وتحصد برونزية أولمبيا دي باريس 24 الذي قدمت من خلاله كتابة كرونولوجيا أهداف المباراة دون الخوض في المستوى الفني والبدني الذي ظهر به الفراعنة. وتحاشت جريدة القاهرة 24 التطرق للجوانب البدنية والفنية للمنتخب المصري في مقالها المعنون بنتيجة مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب في أولمبيا دي باريس، أسود الأطلس تنتصر بسداسية نظيفة، حيث اكتفى كاتبه بالتنويه باللاعبين المغاربة وإبراز مجهوداتهم التي توجت بانتزاع برونزية باريس. التالتة ليست ثابتة، حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب، هكذا علقت في الجول المتخصصة في أخبار الرياضة على الهزيمة الفراعنة، حيث قالت بأن حلم الفوز بأول ميدالية أولمبية في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم تحول إلى كابوس أمام المغرب. وذكرت الصحيفة بأن هذه المرة الثالثة التي يصل فيها منتخب مصر لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الأولمبياد، حيث كانت المرة الأولى في أولمبياد أمستردام سنة 1982 وحينها خسر أمام إيطاليا بنتيجة 11 مقابل 3، والثانية في أولمبياد طوكيو 1964 والتي خسر فيها ضد ألمانيا بثلاث أهداف لهدف قبل أن يخيب أملهم في حصد الميدالية للمرة الثالثة أمام المنتخب المغربي. يذكر أن جميع الحسابات المصرية التي تقدم محتوى كوميدي بمواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت كذلك بطريقتها الخاصة مع نتيجة المباراة القاسية، حيث حولت الأمر إلى مادة دسمة للسخرية، لقيت آلاف المتفاعلين من المصريين والمغاربة الذين اندمجوا في جو ساخر يعبر عن سمو الروح الرياضية التي يتمتع بها الطرفين. كشف سفيان رحيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي عن سر تألقه رفقة أسود الأطلس في أولمبياد باريس 24، حيث قاد له للتتويج بالميدالية البرونزية وأنهاه هدافا للمسابقة. وقال سفيان رحيمي في تصريحات إعلامية بعد نهاية مباراة المغرب ومصر: سر نجاحي وتألقي في أولمبياد باريس ودعوات والدتي ووالدي. وتابع رحيم: أشهد وأشتغل كل يوم لأكون أفضل من الأمس، والتوفيق من الله، هذه هي الأشياء التي تكون شخصيتي في كرة القدم، ووصل أريد أن أكون في القمة دائما، وكل نجاح أحققه يكون بمساعدة زملائي في النادي والمنتخب. وختم سفيان رحيم تصريحاتها: أشكر جميع المسؤولين والطاقمين التقني والطبي الذين سهروا على هذه الميدالية التي حققناها، ونهديها للشعب المغربي، وعاش الملك. ونجح مهاجم أسود الأطلس في تحطيم عدة أرقام قياسية في أولمبياد باريس 24، حيث تزعم قائمة هدافي الدورة برصيد 8 أهداف على بعد 4 أهداف على أقرب منافسها. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم، وذلك بمناسبة ظفره بالميدالية النحاسية خلال دورة الألعاب الأولمبية 24 بباريس. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: فيطيب لنا أن نتقدم إليكم بتهنئتنا الحارة بمناسبة ظفركم بالميدالية النحاسية خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.
ومما جاء في برقية جلالة الملك محمد السادس، ولا يسعون أمام هذا الإنجاز الأولمبي الأول من نوعه لكرة القدم المغربية إلا أن نشيد بما قدمتموه طيلة هذه البطولة من مستوى رفيع وأداء ماتع، وبما أبنتم عنه من روح تنافسية عالية وغير وطنية صديقة تجسدت في عزيمتكم القوية على تأكيد المكانة المتميزة والمتألقة التي أضحت تحتل رياضة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا. وأضاف جلالة الملك: وإذ نجدد لكم ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف أصدق تهنئتنا وتنويهنا، لنرجو لكم مزيدا من التألق وكامل التوفيق في مواصلة مشواركم الرياضي الواعد، مشمولين بسابغ عطفنا وسامي رضانا. شهد لقاء المنتخب المصري أمام نظيره المغربي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 24 تصرف غريب من الحكم في نهاية المباراة، ونجح المنتخب المغربي في خطف برونزية أولمبياد باريس 24 عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على المنتخب المصري بسداسية تاريخية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لابوجواغ. مع انقضاء الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة أطلق الحكم النرويجي صافرة نهاية اللقاء دون احتساب أي دقيقة وقت بدل ضائع للشوط الثاني، والذي شهد 4 أهداف والعديد من التغييرات. وتمكن نجوم أسود الأطلس من خطف العديد من الأرقام القياسية في اللقاء، وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يحقق ميدالية في تاريخ الأولمبياد، كما أصبح سفيان رحيم أول لاعب في تاريخ منافسات كرة القدم بالأولمبياد يسجل في 6 مباريات متتالية. بينما استمر فشل المنتخب المصري في الحصول على أي ميدالية بالأولمبياد، وللمرة الثالثة فقد الفراعنة فرصة الحصول على المركز الثالث بعد نسخة أمستردام 1928 وطوكيو 1964. علق أحمد حسام ميد لاعب الزمالك السابق على خسارة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني المغربي بسداسية نظيفة تاريخية في مباراة الميدالية البرونزية لأولمبياد باريس. وكتب أحمد حسام ميد عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: للأسف خسارتنا من المغرب فضيحة، ولكنها فضيحة واقعية. وأضاف: فضيحة تعكس الفارق الهائل بين مدرسة كروية بدأت في فقدان هويتها، ومدرسة كروية عرفت كيف تطور من نفسها، عرفت كيف تصدر اللاعبين إلى أوروبا، عرفت كيف تطور مدربها، عرفت كيف تطور من رخصها التدريبية، عرفت كيف تستغل إمكانيات أولادها، أصبحت الخبرة الكبيرة في المجالات مختلفة. وختم ميدو تغريدته: دولة لها رجال يخدمونه، ودولة لها رجال يخدمون أنفسهم، كل تحية للمغرب وأولاده، ونحن علينا أن نصفقه. وجاء أشرف حكيمي عميد المنتخب الوطني المغربي الأولمبي دعوة خاصة للاعبين ذو الجنسية المزدوجة من أجل اختيار تمثيل المغرب بدلا من منتخب البلد الذي ولد فيها، مستشهدا بتجربته وتجارب نجوم آخرين. وقال أشرف حكيمي في الندوة الصحفية التي عقبت مباراة المغرب ومصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققناه في كأس العالم قطر 22: فتحنا المجال أمام بقية المنتخبات العربية والإفريقية، وأثبتنا للجميع أن الأفارقة قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة. اليوم شاهد العالم منتخبين إفريقيان يلعبان كرة القدم رائعة، وأظهرنا قدرتنا على المنافسة بقوة ضد أي منتخب. هذا الإنجاز له قيمة كبيرة بالنسبة لنا وللأجيال القادمة. وأضاف حكيم: يوجد لاعبين يحملون الجنسية المزدوجة، وقد واجهت نفس الخيار بين إسبانيا والمغرب الآن مع التطورات التي تشهدها كرة القدم المغربية، من المحتمل أن يرغبوا في اللعب مع المغرب والمساهمة في تحقيق إنجازات كبيرة لبلدنا، أتمنى أن ينضموا إلينا ويشاركوا في هذه الرحلة. وعبر النجم أشرف حكيمي عن سعادته بعد التتويج بالميدالية البرونزية في ألعاب الأولمبية باريس 24 مع المنتخب المغربي تحت 23 سنة عقب الفوز بنتيجة كبيرة على مصر 6-0 أمس الخميس.
علق كليان بامبي مهاجم فريق ريال مدريد بشكل غريب على هدف زميله السابق في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في مرمى المنتخب المصري. ودعا بامبي زميله السابق في فريق العاصمة الفرنسية بعبارة احتفى فيه بالهدف الرائع لحكيمي، حيث نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة للنجم المنتخب المغربي وهو يحتفل بالهدف مرفقا إياها بعبارة جنونية. وعلق بامبي على زميله قائلا: أشرف هل أنت مريض أم مت؟ وتمكن أشرف حكيمي ليلة أمس من تسجيل هدف بتسديدة رائعة في الركن الأيمن عن طريق ركلة حرة مباشرة، الهدف الذي مكن المنتخب الوطني المغربي من التتويج ببرونزية أولمبياد باريس، وكان هو الهدف السادس. يبدو أن الانتصار الكاسح للمنتخب الأولمبي المغربي على نظيره المصري بنتيجة 6-0 في لقاء الترتيب ضمن منافسات كرة القدم برسم دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 ستكون له تداعيات وخيمة على اتحاد كرة القدم وباقي الاتحادات الرياضية بجمهورية مصر العربية. وبعد اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، قال: بهذا الخصوص سنحاسب الجميع على النتائج بعد الخسارة القاسية أمام الأولمبية المغربية. وأضاف وزير الشباب والرياضة المصرية أن الدولة لم تقصر في دعم الاتحادات ماديا ومعنويا وتوفير كافة احتياجاتها للاعبين. وأشدد صبحي على أن الوزارة حريصة على توفير الدعم الكافي واللازم للاتحادات الرياضية، متوعدا بمحاسبة المقصر ومراجعة كافة النفقات التي تمت مباشرتها خلال الموعد الدولي. جدير بالذكر أن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس حتى مساء أمس الخميس لم تظفر إلا بميدالية برونزية في التظاهر، عكس تكهنة المسؤولين المصريين وتوقعات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في ذات السياق، علق على مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك على هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام المنتخب الوطني المغربي بسداسية تاريخية دون مقابلة، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تغريدة إكس. وكتب علاء مبارك: هزيمة ثقيلة وفضيحة لمنتخب مصر الأولمبية، وفوز تاريخي ومستحق لرجال منتخب المغرب الشقيقة، والحصول على أول ميدالية أولمبية برونزية لفريق عربي في كرة القدم. وأضاف في تغريدة عبر منصة إكس: ألف ألف مبروك لمنتخب المغرب والشعب المغربي الشقيق. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أثنى الإعجاب بكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.